اعتبر بولس أن قوة كرازته في الصليب، فقال أن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. واعتبر أن ملخص كرازته، موضوع كرازته، المسيح وإياه مصلوبا. واتخذ بولس من نكرز بالمسيح مصلوبا، واتخذ بولس من موت المسيح حافز له لكي يخاطر بحياته، لكي يقدم حياته. إن كان موت المسيح أكذوبة، كيف يخاطر بولس من أجله كل يوم؟ إن كان موت المسيح أكذوبة، كيف يتخذ بولس هذا القرار أنه كما مات المسيح وقدم نفسه ذبيحة وقربانا لله بالعيب، هو نفسه يقدم حياته لأجل المسيح. نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. نحن نحسب هذا، أنه إن كان واحد قد مات لأجل الجميع، فالجميع قد مات، وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد، لا لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام. فصليب المسيح كان هو القوة الدافعة لكل الرسل أنهم يقدموا حياتهم لأجل المسيح، لأنه عاشوا وعايشوا واختبروا هذا الشيء. لكن فاقد الشيء لا يعطيه. إذا أنا ما عنديش ولا اختبرت، يعني أنا تقول لي قتلوا كندي مثلا، وأقول لك يمكن يمكن لا، لكن ما عنديش. فيعني هاي الفكرة، صليب المسيح يجعلني أضع نفسي وأنفق نفسي. إنكاري لصليب المسيح يجعلني أقتل الآخرين وأسفك دم الآخرين. ما هناك دائما هناك قتل، يا إما تموت أنت لأجل الناس ولأجل المسيح، يا إما تموت الناس لأجل قضيتك، وبتختلف من درجة إيمانك بصليب المسيح.